يمكن في خبر عاجل قدام حضراتكم ان وزارة التربية والتعليم اعلنت كل الطلاب اللي قابلوا مشاكل في السيستم النهارده اثناء تأدية الامتحان ناجح. خبر طبعا مهم، ويمكن كنت بقول لحضراتكم هيتم اعاده الامتحان، لكن اهو ده الخبر العاجل اللي بعد الكلام اللي كان بيتقال انه اللي حصل السيستم وقع بالنسبه له هيعيد الامتحان مره تانية. لا خلاص، اللي حصل عنده مشكله في اداء الامتحان الكترونيا هيعتبر ناجح والحمد لله.